السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم بالجزء الثاني من بيع العروض من حاجات ومنتجات ست البيت. لقيت العروض على الشغل التركي برضو. نبتدي معاكم بالإزازة دي، جميلة جدا. دي إزازة للأطفال مثلا لو رايحين مثلا في الحضانة أو كده، جميلة جدا يا جماعة. دي عاملة عليها عرض بدل 45 جنيه، مستوردة يا جماعة، دي مش مصري. دي عاملة عليها عرض بدل 45 جنيه ب30 جنيه بس يا جماعة، تحفة. في منها 3 ألوان، 3 ألوان بتوعهم. جبنا لكم فرشة الشيش دي يا جماعة، وعاملين عليها سعرها مفاجأة، سعرها مفاجأة، ملوش حل يا جماعة. آخر الفيديو طبعا الشياطة دي عاملة 2.5 بألوانها كلها، أقل من سعر، أقل من سعر الكرتونة حتى. في اللي هي بتاعة الحامل المكاني دي 3 بـ10. مفارش التلاجة دي أنا عامل 5 جنيه. الشفاطات دي عاملة 10 جنيه. تابعونا عشان تعرفوا بقية العروض يا جماعة. النهاردة محطمين الأسعار يا جماعة. ودي 7.5 فيها 100. في الديسبنسر ده 20، واللي هو المنظم الدرج ده عرضه 20. في دي جميلة جدا يا جماعة، بصوا دي عاملة عليها عرض ب70 جنيه بدل 95 جنيه. وفي الفوم اللي هو الأسود ده عاملة على عرض 25 جنيه يا جماعة. اللي هي دي صفايه المعالق اللي هي دي عامله زي ايكيا، تقيله جدا يا جماعه. دي عامله عليها عرض 60 جنيه بس. واللي هي الفرشه بتاعت القعده دي يا جماعه عاملين عليها عرض. رجعوا للفيديو الاولاني عشان تعرفوا العروض اللي عملناها عليها، جميله جدا. واللي هو المنظم بتاع الفرش ومعجون السنان ده برضه عاملين على عرض. ارجعوا في الفيديو الاولاني، الفيديو الاولاني فيه عروض جامده جدا يا جماعه، ارجعوا ليها عشان تعرفوا العروض دي. انا عامل عليها عرض 115 جنيه. والمنظم بتاع الغسالة الاوتوماتيك ده عامل عليها عرض 175 جنيه بدل 250 جنيه. اللي هو الطبلات اللي جاية جديد دي تركي يا جماعة، دي بلاستيك بس قيمتها جميلة جدا. دي عامل عليها عرض 20، وده 15 جنيه. الطبلات دي عاملة 20 جنيه، دي التركي يا جماعة. في المكبر بتاع الشاشة ده يا جماعة تحفة، ملوش حل. ده تابعونا في اخر الفيديو برضك عاملاه على عرض. وفي اللي هي الشماعة دي انا عاملاها على عرض ب5 جنيه. فرصة الشاشة اللي هي العادية اللي هي التانية دي عاملة 20 جنيه، لما دي سعرها مفاجأة في اخر الفيديو. والرول بتاع المراية ده يا جماعة ده عاملة على عرض 55 جنيه يا جماعة، اقل من سعر الجملة. دي اللي هي المراية اللي مالية الدنيا على النت وكده، عاملة عليها عرض بدل 95 جنيه 55 جنيه بس. المساحة التركي دي يا جماعة دي عاملة عليها عرض ب25 جنيه بدل 45 جنيه. برضه كل مقاشة نفس النظام 25. وفي المقاشة بالعصاية بتاعتها اهي، دي برضه كل العصاية دي تركي يا جماعة. اهي بصوا، دي اللي هي التركي برضك نفس الماركة بتاعت المقاش. دي عاملة عليها عرض ب35 جنيه، يعني العصاية تقف ب10 جنيه بس. تركي حاجة نظيفة جدا يا جماعة. وجبنا لكم برضك الستاند ده وعملنا لكم عليه عرض بس سعره مفاجأة في آخر الفيديو برضك، اللي هو بتاع التلاجة عشان ناس كتير كانت طالباه. وفي الشماعات اللي هي الضغط السيليكون دي يا جماعة تحفة، دي لذتها جميلة جدا، بتلزق ضغط. ده عاملة عليها عرض ب5 جنيه بدل 10 جنيه، في أشكال كتيرة منها. هيا يا جماعة الأشكال بتاعتها جميلة جدا يا جماعة. ده عاملة عليها عرض ب5 جنيه بدل 10 جنيه، أقل من سعر الجملة. اللي هو الرف اللي ورا اللي عامل زي رف أيكيا ده عاملين عليه عرض 35 جنيه بس، تحفة ده يا جماعة. اللي هي الباسكت ده يا جماعة ده عاملة عليه عرض ب100 جنيه بس يا جماعة، نزلنا سعره بدل 150 جنيه. ده تركي يا جماعة، لون تحفة يا جماعة، جميل جدا. في الشماعة دي عاملة عليها عرض ب10 جنيه، دي معدن يا جماعة، بصوا معدن. في المج ده عامل عرض عليه ب20 جنيه بدل 35 جنيه. وجبنا لكم بقى الخلاط ده يا جماعة، ده جميل جدا يا جماعة، جبنا لكم منه ألوان أهو، في اللبني وفي ده قوي جدا يا جماعة، بصوا صوته جامد جدا برضه يا جماعة، صوته عالي وجديد جدا يا جماعة. ده بص بيتشحن من التليفون مثلا، لو انت مثلا في رحلة مثلا ولا حاجة عايز تشرب عصير كده بيتشحن من التليفون، لو فصل بيتشحن من التليفون على الوصلة بتاعته.
ده جميل جدا، ده عاملين عليه عرض بس سعره في اخر الفيديو مش 130 جنيه، نزلنا سعره عن 130 جنيه بس. طب انا عشان تعرفوا سعر، وفي الهاند بلندر دي الصغيره ده عملنا سعرها بقت 25 بدل 30 جنيه، ودي انا عامله 40 ودي 50 جنيه، واللي هي بتاعت الزاويه دي ده عامله 10 جنيه، وفي الليف ده عامل 17.5 ده اللي هو المستورد، والليفه بتاعت الظهر دي بقت 15 بدل 20 جنيه. اقول لكم حطمنا الاسعار النهارده يا جماعه، وفي دي انا عامله 20 جنيه، ودي برضك عامله 20 جنيه، 3 مستويات بدل 30 جنيه، وفي الطويله بتاعتها اللي كنا بنبيعها ب40 عملنا عليها عرض بقت عامله 30 جنيه. وفي المسني ده يا جماعه، المسني ده تحفه على فكره، انا اخدت منه ليا جميل جدا يا جماعه، ده عملنا عليه عرض بقى 30 جنيه بدل 50 جنيه و40 جنيه. في الاستيك بتاع الملاية ده عملنا عليه عرض بقى عامل 10 جنيه بدل 15 جنيه. في المقص ده يا جماعة تحفة، ده عامل عرض عليه 17.5، البخاخة بتاعت اللون دي 7.5، المقص ده هو انا عامل 20، وفي اللي هما التلات مقصات دول بدل 40 جنيه و35 ده عملنا عليهم عرض بقى 27.5. في اللي هي العلبة بتاعت الاكسسوارات دي ده عملنا عليها عرض 7.5، في اللي هي العلاقات اللي هي العنكبوت دي عاملين عليها عرض، اهي بصوا زي في الصورة كده تتعلق جميلة جدا، ده عملنا عليها عرض بقت عاملة 15 بدل 20 جنيه. في اللي هي القطاعة دي ملتي فيج كات دي بتاعت الخضروات وكده جميلة جدا، اهي ده عملنا عليها عرض ب35 بدل 40 جنيه. وفي مفتش العجين ده عامل عرض 30 جنيه. وفي الصبانة دي يا جماعة جديدة وسعرها مش هتصدقوا يا جماعة، مش هتصدقوا سعرها كام، تتعلق في الحنفية كده زي اللي في الصورة اهي، زي ما الصورة موضحين ان الصورة اهي، دي بتتحط كده في الحنفية جميلة جدا، اشوفونا في اخر فيديو برضه هقول لكم على سعرها. في دي انا عاملة 12.5، الفلتر ده يا جماعة ده عاملة على الارض 7.5، في اللي هي بتاعت الكيو والفاكهة دي ده عاملة على عرض ب10 بس، في اللي هو الاف بتاع الكياس ده عملنا حطمنا سعره اقل من سعر الجملة يا جماعة، 6.5 بدل 10 جنيه، ده اللي هو الكيلو. بصوا يا جماعة الكيو مش الصغير، وفي 5، وفي اللي هي السفنجة دي بتنفش ده اول ما بتفتحها بتكبر، ده عاملة عرض عليها عاملة 10 جنيه، في العرض عاملة 7.5، في التلاتة دولت عاملين 10 جنيه. وجبنا لكم برضك منع فوران اللبن، طب انا في اخر الفيديو عشان تعرفوا سعره برضو. وفي دي يا جماعة دي بصوا ماركة يا جماعة، دي اللي هي جود فير، دي ماركة جميلة جدا يا جماعة، دي سيليكون، دي عاملة الواحدة ب30 جنيه بدل 40 جنيه، ودي لمنظم الدرج ده عامل عرض عليه ب15 جنيه. في حامل الموبايل اللي هو بيتشحن ده عامل 10 جنيه، ده الكبير مش الصغير، في منه عندنا الصغير ب5. وفي الليف ده يا جماعة ده تحفة، اللي هو الايز بونش ده عامل على عرض عامل 7.5. خش على الحاجات اللي هي ام 5 جنيه، اللي هي البرية دي ده عامل على عرض 5 جنيه، اللي هي الفرشة دي بتدوس عليها من هنا تنزل لك الصابون، هي دي عاملة على الأرض برضه 5 جنيه، اللي هي الكوبايات دي برضه 5 جنيه، محطمين أسعار يا جماعة على الأرض اللي هي أم 5، وده انضم للحاجات اللي هي أم 5 جنيه بدل 10 جنيه. النهاردة محطمين لكم برضه السعر بتاع الغطا السيليكون ده يا جماعة، النهاردة عاملين على الأرض ب22.5 بدل 30 جنيه، كمية محدودة جدا يا جماعة عشان ناس كتير بتطلب وآخرها بتزعل لما نقول لهم الحاجة خلصت. اللي عايز يطلب يا جماعة عشان العرض الكمية قليلة، ده عامل على عرض 22.5 بدل 35 جنيه. وفي اللمامة اللي هي اليو اس بي دي عاملة عليها عرض النهاردة عاملة 190 جنيه، أقل من سعر الجملة، جملة عاملة 200 جنيه و 220 جنيه، احنا من حارقين سعرها يا جماعة.
جبنا لكم برضو اللي هي الحصالة أم إيفل دي، تمشي حصالة مقلمة دي تحفة يا جماعة، ده عاملها لها عرض 27.5 بـ35 جنيه. وفي اللي هي الخلاية بتاعة الزيتون دي، ده عاملها عرض 25. واللمبة دي يا جماعة دي أنا عاملها لها عرض، أهي ده عاملها لها عرض بـ20 جنيه، ده 25 جنيه. وفي اللي هما الخمس فوط دول مع بعض، ده عاملة عليها عرض بـ10 جنيه بس. جبنا لكم الفوط اللي هي أم خمسة، نزلت تاني هي اللي هي الفوط الجرافات طب ألوانها كلها، عشان المرة اللي فاتت مكانش فيها إلا الأصفر، ناس كتير زعلت برضو كانت عايزة تاخد ألوان. جبنا لكم ألوان أهي يا جماعة، كل ألوانها نزلت أهي عاملة 5 جنيه بدل 10 جنيه. وفي اللي هي الفوط دي يا جماعة تحفة، ده عاملة عرض عليها النهاردة بدل 15 جنيه و12.5 بـ10 جنيه بس، خامتها جميلة برضو. جبنا لكم برضو كل هي الفوط التركي دي منزلين سعرها النهاردة بـ17.5 بـ25. اللي هي الفوط دي اللي هي 30 في 60، دي 5 فوط مع بعض اللي هي التقيلة، دي عاملة على عرض 25 جنيه بـ35. وجبنا لكم اللي هو الحامل المناديل الثلاثي الجديد، الشكل الجديد بتاعه اهو هو دون ده، جميل جدا يا جماعة، ده عمل والناس كتير طلبته، عاملين على عرض النهاردة بـ130 جنيه بدل 175 جنيه. جبنا لكم اللي هي القطاعة ومصة في نفس الوقت دي، انا اهي قطاعة في نفس الوقت مصة ومعاها الاشكال بتاعتها، هي مبشرة مقشرة، ده عاملة على عرض بـ40 جنيه بس يا جماعة، حطمنا سعرها يا جماعة. السلم النهاردة عاملين على عرض بـ130 جنيه برضو، لسه العرض شغال عليه، بس طبعا العروض دي اللي هم اللي مشتركين معانا في الجروب. واللي هي الزاوية بتاعت الركنة بتاعت الحمام دي، ده عاملة عرض 25 في الزاوية وفي اللي هي التانية دي. وعلبة التورتة دي برضو لسه العرض شغال 25 جنيه، ارضوك الوانها هي كلها. وفي اللمبة دي يا جماعة دي تحفة، عاملة عرض عليها بـ110 وده بـ150 جنيه. والخلاط ده لسه قلنا سعره مفاجأة. في الكشاف ده بقى يا جماعة محطمين سعره، لسه برضو رجعنا العرض بـ50 جنيه عشان ناس كتير طلبته. في السوب ماجيك ده يا جماعة، ده باليوز اي ده بيتشحن، ده بيحجره ولا اسف، تحط ايدك كده تنزلك الشاور، ده عاملين عليه عرض النهاردة عامل 95 جنيه بدل 105. في أشكال التلاجة يبقى أشكالها كلها اللي هي الخشب والتانية والفراشات، الخشب 5 جنيه هي، ودي 7.5 أشكالها كلها. اللي هي العلبة بتاعت الأريال ده عاملة لها عرض 40، الكبيرة والصغيرة عاملة 22.5، أسعارها زادت يا جماعة بس احنا مش هنزودها. في الجردل اللي هو الستانلس ده يا جماعة، ده عامل على عرض عامل 350 جنيه بدل 450 و 500 جنيه. وفي برضو كل هي بتاعت ال هي اللي هي بتاعت المطبخ، الستاند بتاع المطبخ ده اللي هو التلاتة دور، ده عامل على الأرض 95. وفي الأربعة منه الأربعة دور عامل 110 بدل 125 و150. في اللي هي الحاجات التركي ده اللي هي الإبريق ده عامل 20، العجلة 17.5، العجلة الجولدن 20. في اللي هو دون الدور ده عامل 15، ده 17.5 اللي جنبه، ده 25 جنيه بألوانه هي، جميل جدا برضه. وقلنا الطابلو ده عامل 20 جنيه بدل 25 و30 جنيه. والكنبة برضو يا جماعة لسه العرض شغال عليها بـ25 جنيه، بس طبعا العروض دي اللي مشتركين معانا في الجروب، العروض لسه شغالة عليها بـ25 جنيه. نقولكوا على أسعار الحاجات اللي قلنا أسعارها مفاجأة، اللي هي فرشة الشيش النهاردة يا جماعة مش هقولكوا 50 جنيه ولا 45، عملنا عليها عرض بـ35 جنيه بس، دي اللي هي التقيلة المستوردة، خامتها تحفة وفيها شعر كتير جدا. والفرشة التركي بتاعت الحمام دي عاملة عليها عرض، بقت عاملة 30 وده 25 جنيه، جميلة أوي البن بتاعتها، بص البن بتاعتها تحفة.
اللي هي المبشرة والقشور واللي فوق مصر دي عملنا على الأرض 40 جنيه يا جماعة بدل 65 جنيه، تحفة يا جماعة. اللي عايز يطلبها برضك عشان الكمية قليلة برضه. في اللمامة دي النهاردة سعرها مفاجأة مش هتصدقوها يا جماعة، بدل 95 جنيه عاملين عرض عليها ب70 جنيه، بس بدل 95 جنيه 70 جنيه بدل 95 جنيه، أقل من سعر الجملة. في المصفى دي يا جماعة عاملين عرض عليها 12 جنيه ونص بدل 20 جنيه. وأتمنى إن الشغل التركي الجديد يكون عجبكم. هو صح، نسينا نقول على الصبانة دي، الصبانة دي عاملة 10 جنيه يا جماعة بدل 15 جنيه، أقل من سعر الجملة يا جماعة. نزلنا عليها عرض ب10 جنيه بدل 15 و12 ونص، تحفة يا جماعة. الصبانة دي جميلة جدا، لسه نازلة جديد. وبقى هنا ممكن تعلق عليها مثلا فوطة صغيرة بتاع، هي الحتة دي جميلة جدا يا جماعة. عملية. أتمنى يكون العرض النهاردة عجبتكم. ومثلا لو اللي عايزين يطلبوا اوردرات وكده هسيب لكم رقم الواتس في اول تعليق مثبت وفي صندوق الواتس برضو عشان الناس اللي عايزه تطلب اي اوردر. اتمنى يكون العروض عجبتكم، وانتظروا من المزيد من العروض من جروب حاجات ومحتاجات ست البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.